طبعا بما اننا حضراتكم كمان بتتابعوا المباراه، خلينا نعرف ايه الاسباب وايه اللي بيحصل. الناقد الرياضي الاستاذ محمد خيري، مساء الخير يا فندم. نور يا فندم. مساء نور يا استاذ. يعني احنا مش مبسوطين، قول لنا ايه اللي بيحصل. والله ما فيش حد مبسوط خالص، يعني الامور صعبه جدا. المنتخب المصري باداء هزيل واقل من هزيل بيظهر قدام غانا. خلينا نتكلم كده باشياء، يعني خلينا نقول الشوط الاولاني اداء الهجوم، الهجمات، الوجود، التشكيل، يعني خلينا نقسم كل حاجه. احنا ما ظهرناش على المستوى الهجومي سوى عند الدقيقه 43 بهجمه لامام عاشور، هي دي كان اول ظهور للمنتخب الوطني هجوميا. تمام. كمان عاوز اقول لك ان احنا ابتدينا بشكل متحفظ جدا، كان في ثلاث تغييرات في التشكيل عن المباراه الماضيه. عمر مرموش في الهجوم بدلا من محمود تريزيجيه، في نصف الملعب امام عاشور، في الدفاع عمر كمال عبد الواحد بدلا من محمد هاني. فالناس شعرت ان الاداء هيتغير بعد شيء، ولكن الامور في الشوط الاولاني مش مبشره نهائي. زاد على ذلك اصابه محمد صلاح في الدقيقه 43 قبل ال 44 قبل الهدف، خلاص على طول بتاع منتخب غانا دقيقه واحده اللي احرزه محمد قدوس. ربما يتم التعديل في الشوط الثاني من جانب المدير الفني البرتغالي. يعني بعد خروج صلاح تتوقع ايه؟ كان الناس كانت تامل ان نزول مع احمد سيد زيزو بدلا منه، ولكن هو فاجئ الجميع بعرضه نزول اللاعب مصطفى فتحي. اتوقع ان المنتخب المصري هيهاجم الشوط الثاني بكل قوته، لان النتيجه مش في صالحنا اطلاقا، خاصه ان احنا طبعًا. كمان المباراه الاولى متعادلين بهدفين مع موزمبيق. فربما الشوط الثاني نلاقي شكل مغاير تماما، هو ده اللي كل الناس بتطلبه دلوقتي، لان يعني زي ما حضرتك انت نفسك دلوقتي قاعده مش مبسوطه. لا مش مبسوطه حد طبعا، مش حد في مصر مبسوط خالص، كمان الاداء مش كويس خالص. ما هو ده الوحش، عارف حضرتك، لو احنا بنلعب كويس والكوره جوال زي ما بيقولوا تمام، لكن كمان ما بنلعبش والاداء مش تمام، هو ده اللي بيحزن الواحد. طيب خلينا كده نقول، يعني قبل ما يبداوا على طول الشوط الثاني، خلينا نقول دلوقتي احنا معانا نقطه واحده، فاحنا دلوقتي لو خسرنا النهارده، لا يعني يا رب ما يحصل، لو خسرنا النهارده هيبقى كده فرصتنا عامله ازاي؟ ولو كسبنا ايه اللي هيحصل؟ قائمة، ولكن تصعد أحسن توالت، يعني طبعًا. وده شيء هيبقى يعني تلعب بقى المنتخبات اللي هي الأقوى بكتير في صدام مبكر من الدور القادم. نستنى كمان إن إحنا مش هنتأهل بشكل رسمي، يعني هنلاعب برضه منتخب قوي اللي هو كاب فيردي، لأن غانا هتبقى عندها ثلاث نقط، تبتدي تكسب الماتش الجاي بتاع موزمبيق، فالخسارة هتدخلنا في مشاكل كتيرة نفسيًا وفنيًا وكل حاجة. يعني نفسيا كمان خلاص الجمهور ابتدى يحس ان منتخب مصر مش موجود، مستواه سيء، ما فيش ظهور، الناس ما كانتش متوقعه كده. هي الحقيقه حاجه تحزن انه الاداء مش جيد، ما فيش ظهور قوي. طيب دلوقتي وضع غانا كده دلوقتي تعتبر خلاص زينا، يعني عندها نقطه هي كمان، لان هي كانت داخله المباراه دي ما عندهاش نقطه. لا مش نقطه، هي لو فازت ثلاث نقط، احنا هنفضل هيبقى معاها ثلاث نقط لو فازت. صحيح، تبقى معاها ثلاث نقط، هي يعني تكسب المباراه القادمه خلاص تتاهل مرتاحه اول او ثاني. ولكن منتخب مصر هيخش في حسبه كالعاده، حسبه صعبه ما كناش متوقعينها اطلاقا اطلاقا اطلاقا. واتمنى ان الشوط الثاني الاداء يتغير، الشكل يتغير. ايه اللي ممكن يغير النتيجه؟ خلينا نقول بسرعه، ايه اللي ممكن يغير النتيجه؟ يعني اللي ممكن يغير النتيجه روح اللاعبين، يعني احنا مش شايفين روح خالص في الملعب، مش قصه فنيات او قصه حتى محمد صلاح نفسه هو موجود في الملعب، ما فيش روح اطلاقا. تحس ان منتخب مصر مشتت ذهنيا، مش قادر يسيطر على نفسه، مش قادر يسيطر على الملعب، اللعيبه بتسمع كتير للجمهور او بالمدير الفني مش قادر يسيطر على الحته دي، يعني في حاجه غريبه في ارضيه. هل الجو ما احنا دايما احنا المصريين نتكلم على الجو والارض والحاجات دي، بس خليني برضو ما انا واحده من المصريين اللي بيتكلموا، هل الجو مأثر عليهم الرطوبه، ولا انهم لعبوا قبل كده ماتشات كتيره جدا فيها رطوبه وفيها هم هناك في في في, في كوت ديفوار بقالنا اسبوع مثلا، المفروض ان الدنيا يكونوا اتاقلموا. لعبنا مباراه، احنا بنقول دايما الحاجات دي مسكنات، يعني ما هي مسكنات. انت عندك حق، لان ما فيش روح اصلا عند اللعيبه في الملعب. يعني حضرتك لما هترجعي تاني لشريط المباراه تحس ان مصر مش بتلعب، ما فيش الهجمات، لا سواء على المستوى الدفاعي او الهجومي
او كمان الحميه بتاعت المدير الفني بره طبعا. حتى تغييراته غريبه بعض الشيء بالنسبه للجمهور وبالنسبه كمان للنقاد الرياضيين اللي كلهم بيشوفوا ان في لعيبه كانت تستحق ان هي تبدا النهارده. وكانوا بيقولوا ده حتى من قبل المباراه، ان كان في لعيبه كتير يعني كان ممكن تفرق كتير لو موجوده في التشكيل يعني. نعم نعم نعم، هو الملخص ان شاء الله ان شاء الله نقدر نعوض شوط تاني يا رب، بس نرجع تاني للروح تاني، نرجع تاني لقوتنا. منتخب الغاني خسران اول مباراه من منتخب كاب فيردي اللي هو مش طبعًا من مستوى مصر طبعًا. فان انت تقدر ترجع تاني وتعدل نفسيا، اللعيبه طبعا هتتاثر بخروج محمد صلاح، بخروج محمد صلاح، ولكن ممكن تديهم طاقه ان هم خلاص لازم يعتمدوا على نفسهم اكتر يعني. هو ده المفروض يتقال ما بين الشوطين، خصوصا ان هم خدوا دفعه معنويه كبيره قبل البطوله، منهم زياره رئيس طبعا عبد الفتاح السيسي اللي طبعًا حسهم امام الجميع وقال لهم بص الدوله عملت اللي عليها يعني، زيارة السيد الرئيس والدولة والجمهور كمان اللي بيدعم عملت العالية، ما تبقى هو المجهود اللي بيبذلوه منتخب مصر وطريقة إدارة وجودهم الحقيقة في هذه البطولة. الناقد الرياضي الأستاذ محمد خيري أشكرك شكرا جزيلا، أتمنى إن احنا نرجع نكلمك في النهاية ويكون في خبر تاني خالص.